اعذرني ان انا قلت لك اخر سؤالين، بس لازم اسالك عن تجربه ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، وايضا تجربه كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، رايك فيهم ايه؟ اطرح اي اسئله تريدها. اشكرك. الور Sur Lionel Messi? Bon, vous savez, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter أنا de plus sur لدي Messi. Hein. لدي C'est un أعتقد joueur أعتقد fabuleux, c'est un joueur لا يوجد ما exceptionnel. يقال عن ميسي. هو لاعب رائع، Aujourd'hui, لاعب il fait استثنائي، toujours لاعب partie des أسطوري، meilleurs joueurs du واحتل monde. مكانته Barcelone, il était juste, في je مكان pense, مكانه le plus كأفضل لاعب grand. في العالم. في Aujourd'hui, il برشلونة est كان grand. أفضل لاعب. اليوم الوضع يختلف C'est un قليلا، nouveau club, c'est un إنه nouveau في نادي championnat. Vous savez, le جديد، في championnat بطولة français, جديدة. وكما c'est تعلم compliqué. أن Et même quand بطولة on s'appelle الدوري Messi, الفرنسي c'est pas بطولة évident معقدة وصعبة، de l'adaptation. Donc, وأعتقد أن Messi, ليونيل c'est très ميسي certainement. سيحتاج إلى وقت لكي يتوائم ويتأقلم مع الدوري الفرنسي، لكنه في كل الأحوال لاعب قوي جدا. طيب، كأس العالم أنت مع إقامته كل عامين ولا مع إقامته كل 4 أعوام؟ أنت عارف إن في مقترح إن إقامة كأس العالم يبقى كل عامين، في اتحادات كتيرة رافضة هذا الأمر واتحادات أخرى موافقة على هذا الأمر. Je suis pour une Coupe du Monde tous أنا les كل 4 سنوات بكل بساطة، لأن اللاعبين لديهم الكثير من التجهيزات والتحضيرات، ومباراة اليوم مباريات التأهل، ولعبه كل عامين سوف يعقد الأمور وسوف يستلزم الكثير من المجهود. أعتقد أن كأس العالم هو يعتبر حدث عالمي، إن رأينا اللاعبين كل عامين مجهدين ووجد العديد من الإصابات. أعتقد أنني معه أن يتم تنظيم كل 4 سنوات ليصبح الأسطورة التي نراها دائما. هل أنت مع اعتراضات الكثير من الأندية الأوروبية على يعني انضمام لاعبيهم الأفارقة لمنتخباتهم في كأس الأمم الأفريقية، خاصة أن احنا في وسط الموسم، ولا أنت شايف أنه الأمر طبيعي أن المنتخبات تطلب لاعبيها وأن الأمور ما تستاهلش أي أزمة؟ إنها بالفعل أزمة لبعض الأندية. كما تعلموا أن كأس الأمم الأفريقية تجري دائما في شهر فبراير أو يناير، وكل رؤساء الفرق يعرفوا ذلك جيدا. يجب أن يذهبوا إلى فرقهم. يجب، لا نستطيع أن نقول لهم لا. الفريق الوطني هو أهم شيء لأي لاعب، وأنه يدافع عن بلده، يقاتل من أجل أن يفوز ببطولة لبلده. وبطولة كأس الأمم الأفريقية ليست بطولة عادية، هي من أكبر بطولات العالم. أعتقد لا يحق للأندية أن تمنع لاعبيها الأفارقة من الذهاب إلى فرقهم الوطنية، إنه شيء هام جدا بالنسبة لكل لاعب وللدول أيضا.